عيشة في الخوف، المدرسة عيشة في الخوف، ويا عالم شوف شوف، يا عالم شوف شوف، والهيئة عيشة في الخوف، والهيئة عيشة في الخوف، ويا عالم شوف شوف، ويا عالم شوف شوف، 76 عيشة في الخوف، 76 عيشة في الخوف، كل مستشار يا أخي، ولتحقيق المطالب، كل مستشار يا أخي. اليوم كما تشوفوا في إطار وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتنزيل ما تبقى من مواد النظام الأساسي لموظفي الوزارة، وخاصة المادة 76 من النظام الأساسي، وخاصة المادة 76 من النظام الأساسي اللي تأخرت بشكل كبير. أغلب القرارات صدرت بقات المادة 76، احنا تنسينو القرار ديال التنزيل ديالها، واللي تتنص على إدماج السادة والسيدات المستشارات والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي في إطار مفتش في التوجيه أو مفتش في التخطيط التربوي. إذا بالنسبة لهذه الوقفة هذه هي تلبية لنداء مجموعة من الإطارات النقابية، وستتلوها إن شاء الله بحول الله وقفات أخرى سيقررها هذا الجمع إن شاء الله بحول الله إذا لم يتم استجابة للمطلب ديالنا في تنزيل هذا القرار. بالنسبة لنا كأطور ديال التوجيه والتخطيط في النقابة الوطنية للتعليم كداش، جينا اليوم في هذه الوقفة هذه لأننا احنا كنطالبوا بالتنزيل ديال المواد ديال النظام الأساسي، وخاصة المادة 76. جميع الفئات اللي عندها مواد كتطلب واحد القرارات خاصة أو قرارات أو منشور مرسومات مرسوم مراسيم، فقد تم التنزيل ديالها، قد تم الإخراج ديالها، بينما القرار الخاص بالتكوين ديال الهيئة ديال فئة التوجيه والتخطيط مازال ما خرجش، مع رغم أن قدمنا مشروع للوزارة، أعطيناهم مشروع منذ قريب شهر وأعلنا على هذه الوقفة منذ قريب شهر، إلا أن الوزارة لم تتفاعل. فلهذا احنا جينا اليوم باش نسمعوا الصوت ديالنا، احنا ماشي ناس هوات ديال النضال، ولكن اضطررنا اضطرارا لاسماع الصوت ديالنا باش الوزاره تتفاعل وتخرج واحد النظام اللي هو نظام واحد الماده وقرار اللي هو عادل ومنصف لهذه الفئه. كجامعة وطنية للتعليم منضوية تحت الاتحاد المغربي للشغل، جينا اليوم باش نجسدوا واحد الوقفة في إطار تنزيل المراسيم ديال النظام الأساسي لجميع المراسيم لحد الآن تنزلت إلا مرسوم اللي كيتعلق بالمادة 76 اللي كتهم أطر التخطيط والتوجيه. وحنا الآن ما عرفتش علاش هاد، لأن المادة 76 جاءت من بعد واحد الحق اللي تغتصب الأطر التوجيه والتخطيط من 2003 ديال تغيير الاطار الى مفتش في التخطيط ومفتش في التوجيه. حنا اليوم جينا باش نطالبوا الوزاره علاش التاخر لجميع القرارات لحد الان كنلقاوها خرجات اخرها هو ديال اصحاب الماستر واصحاب الدكتوراه. ولهذا حنا كجامعه وطنيه للتعليم كان عندنا من هنايا كنطالبوا من المسؤولين يشرحوا لنا علاش هذا التاخر لهذا القرار. وشكرا. لا تنسوا الاشتراك في قناه الايام 24 وتفعيل خاصيه الجرس ليصلكم كل جديد.